وعلى هذه القرارات، قرارات رابطة الأندية وأهميتها بالنسبة للثلاث أندية، لأن التأجيل ده مش للأهلي بس يا جماعة، التأجيل ده للأهلي والبيراميدز والمصري، للأهلي بس. لكن هي الناس هتركز على الأهلي يعني، عشان كده إيه بنقول التأجيل للثلاث أندية، الرابطة قالت التأجيل للثلاث أندية في انتظار نتائجهم بعد كده عشان يشوفوا المواعيد المباريات المؤجلة في المرحلة اللي جاية. صحيح. صحيح. آه. طيب خليني نبتدي نقول حتى لو الأهلي بس يا أمير، إحنا في مصر حاليا أو زي ما أنت قلت الأهلي ممثل مصر، أمام فرصة تاريخية لتحقيق إنجاز غير مسبوق. على مدار 100 سنة كورة وأكتر مفيش فريق قاري قدر يحقق 3 بطولات متتالية غير ريال مدريد. النهاردة النادي الأهلي على موعد وفرصة عظيمة جدا جدا إنه يحقق الريكورد ده. فدي فرصة زي ما أنت قلت تهم دولة وتهم بلد وتهم شعب قبل ما تهم نادي بعينه. فحتى لو كان الأمر يخص الأهلي وحده فهو شيء منطقي جدا جدا جدا، خاصة لما تضيف لده ان النادي الاهلي كان ضحيه طوال وقت او وقت طويل جدا لمنتخب مصر، استخدام لاعب النادي الاهلي في توقيت صعب جدا. النادي الاهلي لم يتاخر ولم يتوانى ابدا عن المنتخب المصري رغم انه كان عنده حدث مهم جدا، كاس العالم للانديه. فبالتالي النادي الاهلي يمكن الهزه اللي حصلت في المستوى بعض الشيء في الفتره الاخيره كانت نتاج ان لاعبي المنتخب او الاعمده الرئيسيه عنده ارهقت بشكل لم يحدث في اي مكان في العالم. مستحيل لعيبه تلعب بالشكل ده، بتلعب نهائي امم افريقيا وبعد 24 ساعه بتلعب بطوله بحجم كاس العالم للانديه، فبالتالي كأس العرب برضه. وقبليها كاس العرب. فبالتالي كل المعطيات اللي حواليك بتقول ان ده امر منطقي جدا. يمكن انا كنت النهارده في التلفزيون المصري الصبح سئلت عن امكانيه التاجيل، قلت متوقع جدا جدا ان ده لازم يحصل. اتمنى كمان ان يكون في قرار بفتح الملعب والجمهور الساعة الكاملة للجمهور، لأن فعلا زي ما الرابطة أدركت حقيقي أن النادي الأهلي مقبل على حدث عظيم جدا جدا، لازم كمان اتحاد الكرة يدرك ده والمسؤولين إن شاء الله بإذن الله، ونشوف الملعب مفتوح لأن فعليا الحدث يستحق هذا الأمر، وبإذن الله نشوف النادي الأهلي موفق والنادي المصري أيضا إن شاء الله بإذن الله. محمود تعليقك إيه؟